طور فريق من الباحثين الأمريكيين جهاز قلم محمول لتحديد مرض السرطان، وذلك من خلال الكشف على جميع الأنسجة السرطانية بالجسم. يحتاج الجهاز إلى 10 ثواني للتمييز بين الأنسجة السليمة والسرطانية بنسبة تصل إلى 96%، ويحلل القلم أنسجة الجسم من خلال إضافة قطرة من الماء عليها وتوصيلها لجهاز آخر ليكشف عن الآلاف من الجزيئات لمساعدة الطبيب على القيام بتحليل المرض.